عندك تكيس بالمبايض، في اشياء يا جماعه مهمه جدا، خصوصا اذا بنت عندك تكيس يعني معناته استروجين عالي بجسمك. اذا انت صبي عندك تثدي، لحمك شي مبطله، خواصر، حسيت شعر جسمك قاعد يطيح، معناته الاستروجين جدا عالي. الخوف من شنو؟ الاستروجين لا يتحول اندروجين، هنا يبتدي الفراغات ومشاكل وايد. شنو الاكل اللي يركز عليه خلال هالفتره؟ تعال معي. الماده اللي بوريكم اياها اللي بالبروكلي شنو فيه؟ في شيء اسمه دي اي ام، وفي شيء اسمه سولفرافين. هذول شنو يسوون؟ السولفرافين مفيد جدا حق جرثومه المعده، والدي اي ام يكسر الاندروجين العالي. تعال. اكلك يكون بروكلي. الخضروات الصليبيه، ركز، يعني شنو خضروات صليبيه؟ اي شيء ملفوف على بعضه يعتبر خضروات صليبيه، ملفوف على بعضه، ملفوف على بعضه، من اقوى الشغلات هذا. اي شيء ملفوف على بعضه، خل اكلك بالفتره هذه وايد من الامور هذه، خلال فتره بسيطه راح تشوف حتى تحليلك يتغير.